القرآن الكريم. اليوم رح نبلش معكم بأول حلقات اكتشافات غيرت العالم. رح نبدأ بإشي اليوم كثير افتقدناه، القهوة. القهوة هي من الاكتشافات اللي عرفها المسلمون، وما يسمى بحبوب البن. ببساطة كان هناك يعني راعي بسيط يدعى خالد موجود في الحبشة، كان يرعى الماشية. لاحظ أن الماشية عندما تتغذى على هذا النوع من الحبوب تزداد نشاطا وتحفزا. بعد ذلك قام بغلي هذه المواد وهذه الحبوب ليكتشف القهوة. انتقلت القهوة بعد ذلك إلى اليمن، واستخدمها بعض المسلمين للبقاء مستيقظين أثناء الليل لأداء الصلاة. انتقلت بالتجارة والحج إلى مكة، ومن ثم من مكة إلى تركيا. بعد ذلك من تركيا انتقلت في أواخر القرن الخامس عشر إلى القاهرة. في عام 1645 انتقلت إلى إيطاليا وفتح هناك أول مقهى، وفي عام 1650 انتقلت إلى بريطانيا. المزيد من المعلومات راح تجدونها عبر طقس العرب رمضان.